في مره كنت ماشي بالعربيه في طريق زحمه عربيات، وانا في الحاله دي بهدي لما اشوف حد عاوز يعدي الطريق مثلا، فدايما عيني بتبقى على جنب الطريق علشان لو حد عاوز يعدي الطريق ومش عارف من زحمه العربيات، فانا بهدي فاللي ورايا يهدي فالراجل يعرف يعدي يعني. فلمحت راجل واقف يتكلم ويشوح بايده من بعيد، فهديت العربيه على اساس ان هو ممكن عايز يعدي او حاجه يعني. فلقيته واقف في مكانه ومفيش اي علامه ان هو عاوز يعدي، شكيت انه مريض نفسي او بيكلم نفسه او حاجه زي كده، فمشيت عادي. ولما مريت جنبه سمعته عمال يبرطم، كل واحد راكب عربيه مش عاوز حد يعدي، هي الناس مالها؟ هو احنا يعني مش عارف ايه؟ هو احنا هنفضل واقفين؟ احنا واقفين ومش عارف ايه؟ وقعد بيتكلم كلام كتير، وعينه اصلا على الناس اللي معديه جنبه مش على الطريق، كانه بيخطب فيهم وعمال ينعي بقى حظه والحياه والناس ما بترحمش والحاجات دي، مع ان انا واحد اهو من اللي كانوا راكبين عربيه وعاوز والله اخليك تعدي. بس كانت المشكله فيك انت، انت اللي مركز على انك تتكلم في وصف المشكله، انت اللي مركز على الشكوى، انت اللي عمال تنعي. لو كنت فعلا عاوز تعدي الطريق بجد، على الاقل كنت هتدي اي علامه انك عاوز تعدي، لو حتى هتشاور لاي عربيه انها تهدي عافيه لانك عاوز تعدي. لكن دور الضحيه كان اختيارك وكنت متمادي فيه جدا. اكتشفت ان انا برضو بعمل كده كتير بلف وادور حوالين المشكله. ساعات ببقى واقف في مشكله واقعد الف وادور حواليها، ببذل مجهود في الاعلان عن معاناتي ومأساتي، في حين ان بذل المجهود ده اولى انه يكون على حل المشكله، والهري ده كله ممكن احوله لطاقه اخرج بها من اللي انا فيه. ولعل سبب من الاسباب اللي تخرجني من اللي انا فيه محتاج بس يشوف مني اي علامه تدل على رغبتي في الحل، اوريله بس، اوريله نيه بس، بدل ما انا مركز كل طاقتي في اني ابكي على حالي.